اذا اصدقائي المشاهدين متتبعي الجزيرة الرياضية، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو استاد القاهرة، وستفرح الاهلاويين بعودة العمدة متعب اللي كنا قلنا في الشوط الاول من مباراة الشبيبة والاهلي بانه اللقاء كان يفتقد القناص الذي سيعود من شهر جانفي بعد انتهاء المشاكل مع فريق ستوندارد ليج. ان شاء الله يكون صوت الجمهور مرافق لنا في هذا التعليق من خلال مباراة الجولة الرابعة، مباراة مهمة جدا تجمع الفريق الجزائري شبيبة القبائل الكناري بالنادي الاهلي الفريق المصري. مباراة استاد القاهرة تقريب الملعب على اخره، يعني تقريب 75,000 80,000 في استاد الكايرو، ملعب كما قال محمد الكواري وعمره تقريب 50 سنة لهذا اللقاء الذي سينطلق الان. 50 سنة على استاد القاهرة و50 سنة من غياب الحلول لمشكل ممكن التعصب ومشكل ممكن المناوشات ومشكل الكرة العربية لنخدوها بعقلية ممكن عقلية ممنوع الهزيمة، الهزيمة كأنها عار أو الهزيمة كأنها ضعف أو الهزيمة. هنا الدعوة من الشباب والرياضة في الجامعة العربية برئاسة الكابتن الأهلاوي السابق المصري هاني مصطفى مع وزراء الشباب والرياضة العربي، ذول دورهم أكبر من أن يعينوا مكان إقامة الألعاب العربية. كيف نقضي على هذا التعصب الذي تشهده ملاعبنا العربية بدون استثناء 22 دولة بدون استثناء؟ لماذا بالنسبة لنا مباراة حياة أو موت؟ هذا السيناريو الطيب وهذا عنصر إيجابي وهذه لافتة، يطلبون الانتصار للفريق المصري اليوم كأنه المنتخب المصري، لأنه الأهلي حرك السواكن وجمع وراءه الملايين، وراءه الملايين حتى ممكن أعدائه ومنافسيه التقليديين في الدوري المصري الزمالك والاسماعيلي وغيرهم اليوم التفوا بالفانيلة الحمراء كتمثيل وكممثل للكرة المصرية. أظن نفس الشأن بالنسبة للكرة الجزائرية، عذرا على صراحتي، لأنه ممكن في منافسات أخرى في مقابلات أخرى ممكن هناك من يتمنى تعثر الأهلي في مصر، أو هناك بنفس الشيء في الجزائر يتمنون سقوط الشبيبة، لكن مباراة اليوم في ظروف استثنائية جمعت الملايين وراء ممثل وطن وراء فريق ونادي كبير للجزائر اسمه شبيبة القبائل ونادي عريق النادي الاهلي كمان وكمان سيد ونادي القرن لهذا الزمان الفريق الاحمر الاهلاوي. بداية المباراة انطلاقة للشبيبة والتسديدة واوت. ان شاء الله صوت الجمهور يرافقنا لانه بداية ممكن المباراة مهمة جدا في 40 ثانية من الشوط الأول عبر الجزيرة 49 متعب والعمدة رجع، والفريق الأهلاوي اليوم تقريب يلعب تشكيلته المفضح حسام البدري، يعني حارس مرمى شريف الكرامي، رقم 4 شريف عبد الفضيل، يلعب 14 سيد معوض، 24 أحمد فتحي، 26 وين جمعة، ثم شهاب الدين أحمد يدخل اليوم في وسط ميدان مع محمد بركات 8، 22 بوتريكا و25 حسام عاشور. في الهجوم جدو رقم 10 و7 محمد فضل، يرجع الاساسي فضلي كان متغيب بارز على لقاء ستارت سويسو، وايضا بالنسبه لجدو يجي اللقاء في وقت مناسب بالنسبه لكتيبه حسام البدري بعد الهدف اللي سجله ضد المصري البورسعيدي كاول اهدافه بالفانيلا الحمراء. ممكن نقرا المباراه انه عبد الفضيل سيدخل في المحور جنب الى جنب مع وائل جمعه، بينما فتحي سيكون من اليمين ويطلع على اليسار اللاعب اليساري السيد معوض. أربعة في وسط الميدان واثنين مهاجمين صريحين بالنسبة لفريق النادي الأهلي، ريتم كبير. بعد نعطيكم تشكيلة الكناري شيسكا، كرة تبعد على بركات، نرجع في مباراة يديرها الزامبي ويلينغتون. الكناري شيسكا حارس مرمى مالك، اثنين نبيل النالي، ثلاثة علي ريال، وعودة للتشكيلة الأساسي لريال، رقم أربعة شمس الدين الساك، 24 نسيم وصالح، 27 بيل كلام، 18 العمارة دويشر الكابتن، 17 ادريس كوليبالي، 15 محمد امين عودية، 8 سعد قدجار، 7 السيد علي شريف يحيى. وهذه هي تشكيلة القبائل والشبيبة والفريق الجزائري هنا في استاد القاهرة. الجولة الرابعة اليوم في الأمسية الرمضانية، فريق الإسماعيلي خسر 2-1 في أويري ضد فريق النيجيري هيرتلاند اكس اي 1 يو. وبالطريقة هذه ممكن نحكي، ممكن نقول ونتأكد للتكلم على أن الحظوظ يعني بدأت تقل وتتضال للفريقين النيجيري والمصري الثاني في أروقة المجموعة الثانية الإسماعيلي. الآن ممكن الأهلي يبدو من الناحية المعنوية في ظروف أحسن، وفريق الشبيبة نتيجة مباراة أويري
تعطيها ريحية أكبر لهذه المباراة باعتبار أنه هارب 9 نقاط في الصدارة، وبالتالي حتى الخسارة لن تؤثر على 90% في رأي من حضور الشبيب أنها وصلت للسيمي فاينل، وبالتالي هذه الاعتبارات ممكن صعب المباراة أكثر على الأهلي. من خلال المعطى النفسي أن الشبيبة ما عادش خايفة من الهزيمة، تلعب أكثر راحة وبالتالي ممكن تقلق أكثر. بالنسبة للضغط هو على الفريق القاهري، على النادي الأهلي. الاتحاد الأفريقي اختار ويليكتون حكم الزامبي، هل هو كفى لهذه المهمة؟ هل هو قادر على الوصول ببر الأمان لهذه المباراة الاستثنائية؟ ليست لأنها جزائرية مصرية، ما نزيدوش يعني الأجواء أكثر، لكن هي الأجواء العربية كما قلت بإصرار مني. نفس مبارياتنا هكذا، السعودي ما يحبش يخسر من الكويتي، والعراقي ما يحبش يخسر من الفرق الخليجية، والمصري ما يحبش يخسر من الشمال الأفريقي، والعكس صحيح، والعراقي ما يحبش يخسر من دول الخليج في كرة القدم. إذا هي عقلية لابد من ندوات ولابد من ملتقيات لمحاربة هذا التعصب اللي أنا بعقلية العربية وأفتخر أنني منكم وإليكم عندي نفس المشكلة، المتعصب. لا أريد تونس أن تخسر في أي مباراة، هذه مشكلتنا. فأين الأدوية أو أين ممكن العلاج وأين خلل ومكان من الخلل؟ بينما نرجع للكرة لفريق الشبيبة برا، بعد فرصة أولى من الفريق المصري، هنا كرة من الفريق الجزائري. اذا ترجع الكره وترجع المباراه، كره لفريق النادي الاهلي. يمشي احمد فتحي كما قلنا اليوم، يدخل من الرواق الايمن ويرجع ويبقى على اليسار هو سيد معوض، وفي الاكس في محور الدفاع هناك الثنائي شريف عبد الفضيل اليوم جديد في وسط الدفاع مع جمعه بدل احمد السيد، بينما يترك الفريق الاهلاوي كره خطيره، فرصه تشوف منطقه الجزاء وتخرج برا. اذا ممكن نقول انه الين كيجر حسب التصريحات يقول انا مرتاح، فريقي جاهز وسنقدم مباراة كبيرة. التحدي من المدرب السويسري يقابله طبعا اصرار من الجانب الاهلاوي، والحارس شريف كرام يقول سنفوز في هذه المباراة مثل ما كانت تصريحات بيبو الخطيب نائب رئيس القلعة الحمراء. نرجع في اللقاء، يرجع في نص الميدان بركات، معركة الوسط مهمة جدا. وين جمعة؟ يخرج كورة تمشي بعيدة، كورة تمشي بعيدة، وسط اجواء ما تتوصفش. هذا هي الفرحة لجماهير النادي الاهلي في استاد القاهرة، اكثر من 70,000 والالتراس المشجعين، رابطة المشجعين رجعت الدرجة الثالثة شمال في استاد القاهرة المعروفة بحبها المتواصل وبعشقها للفريق الاحمر، ولو انه الفريق الاهلاوي مش اكثر من الالتراس طبعا هو فريق ملايين. تمشي الكورة لاحمد فتحي في وسط الميدان، احمد فتحي يسعى بالكرة، يرجع في النصف للنادي القاهري، انطلاقة الفريق المصري في وسط ميدان. حسام غالي خذا مكانه شهاب الدين احمد، بعد ما كانت ممكن التنبؤات والتوقعات تصب ممكن في اتجاه شهاب الدين محمد شوقي، لاعب السابق للمصري البورسعيدي والمحترف في انجلترا. خطيرة وتسديدة، فرصة كبيرة ضاعت على الحمراء. ترجع النادي الاهلي في وسط ميدان، فتحي يرجع بالكرة، تمشي بركات، بداية قوية، الطوفان الاحمر في الانطلاق، والحارس مالك يمتلك السطوة والسيطرة على منطقة الجزاء. مالك اللي عوض الحارس يلعب المباراة الماضية، مباراة الذهاب اللي كان فيها الحارس هو مراد شنادة. كان افضل لاعب في الشامبيونز ليج 2005 اللي كسبها الاهلي. الاهلي من البطوله هذه عنده 6، الجي اس كا عنده 2. اجواء ممتازه جدا وكادر جميل لاستاد القاهره. مباراه ديربي، مباراه كلاسيكو، دائما ستبقى مثيره. المهم نحسن التعامل مع هذه المباريات. ترجع كوره بالراس بالفرصه الاولى كانت من بوتريكا، هداف الاهلي التاريخي في كاس افريقيا ب 20 هدف في نسخ الشامبيونز ليج، لانه رقم واحد لا يعلى عليه. بيبو الخطيب، انسى ناديك وفكر في مصر،
وبوتريكا في لقطة للتاريخ. هنا قلت صورة الزمالك والأهلي، هناك أيضا صورة ستيف والكناري والمولدية. إذا حماس جماهيري، تحفز شعبي لهذه المباراة، انتظار الانتصار، وفي الأخير هي 90 دقيقة. من سيفوز؟ من سيعبر من؟ من يتجاوز من؟ ترجع الكرة للنادي الأهلي. 8 دقائق في الشوط الأول، كرة طويلة تمشي سهلة لحارس مالك. حسام البدري موسم الثاني في الفريق، لحد الآن تحكي على حسيلة طيبة جدا، فيها الدوري، فيها السوبر المصري، فيها نهائي الكاس، وفيها أمل كبير وأمال أكبر لبلوغ سيمي فاينل الشامبيونز ليج. تمشي كرة بالراس. الشبيبة عودة جيل، لأنه في الثمانينات قلت الشبيبة كانت مثل الأهلي في العشرية الأولى من هذا القرن، كان الصوت المسموع في الأدغال السمراء لإفريقيا. حتى رئيس الكاف كان مغاير، كان اسمه تسفاي الأثوبي. الشبيبة كانت الملكة في عهد تسفاي، والأهلي الملك الحالي في عهد حياته. يمشي بركات، يوزع كرة تمشي بالرأس، لا ممتازة من إدريس ساكوليبالي. منسق المباراة العام هو رضا كريم، ممكن ثقة الاتحاد الافريقي في الحياة للتونسي رضا كريم، صاحب الخبرة من 30 سنة في المجال الكروي وعضو الاتحادية التونسية لكرة القدم. تمشي كورة من احمد فتحي. نتيجة اويري وضحت برشا امور، شالت برشا ضغط، كشفت برشا اسرار لهذه المباراة ولهذه المجموعة. تمشي كورة النادي الاهلي. ارن كيجر السويسري متاع نادي الشبيبة، على فكرة وضعية الشبيبة انه مركز كان على الشامبيونز ليج باعتبار الدوري الجزائري ينطلق بعد رمضان المعظم. في المقابل بالنسبة للدوري المصري شغال، ووصلوا الجولة الرابعة، الصدارة للدراويش مع الانتاج الحربي اللي خسر البارح من الشرطة، الثالث الشرطة والسابع النادي الاهلي. ممكن اسوأ انطلاق للنادي الاهلي في الدوري العام في مصر من سنين، تعادلين مع الشرطة والمصري في استاد القاهرة، وانتصار بهدف عاشور في اولى لحظات على فريق طلع عجيش. على فكرة حسام عاشور المتغيب البارز للهزام ويلينغتون. ممكن انذار اول، يحاول يمسك المباراة بقبضة من حديد. هل ليس هناك حكم عربي محايد ممكن ينجح هذه القمة، او انه الاتحاد الافريقي اختار الحياد والابتعاد المطلق من خلال بلاد بعيدة هي زامبيا؟ لكن ويلينغتون عنده المستوى ولا ان شاء الله يكون في مستوى التطلعات، لان المباراة مهمة جدا للفريقين في اطار الشامبيونز ليج. ترجع الكرة للنادي الاهلي. جيتو هداف امم افريقيا 2010، يمشي السيد يدخل معوض في وسط الميدان، كرة دون مليح، كرة تمشي لعاشور. حسام عاشور اللي في اخر لحظة يشترك في المباراة، بديل شوقي للاطار الفني والاطار الطبي، خاصة دور فعال جاهز للعب عاشور. اذا عاشور في التشكيلة. نرجع بركات، بركات يطلع بالكرة ممتازة، احمد فتحي من اليمين يوزع خطيرة البوتريكا، ترجع من الدفاع القبائلي للشبيبة النادي الجزائري. المراوغة والانطلاق، محاولة الوصول لكن اوت، تماس. هذا هو محمد شوقي، احمد السيد، احمد حسن، ثالوث الخبرة. كي تشوف اللاعبين هذو في البنك تقول الاهلي بخير، بينما امكانية توزيعة راسية لم تاتي، وضربة مرمى ستاتي للشبيبة. بعيد الكرة على بركات. النادي الاهلي طبعا يحاول يلعب بسلاح الصدمة والمباغتة، يعني التسجيل من اول ربع ساعة باش يرتاح في المباراة. الشبيبة حساباتها غير، يحاول يجر الاهلي لابعد نقطة ممكنة بالصمود